السلام عليكم. دلوقتي هسأل برنامج يسألني انت عندك كام سنة، وعلى اساسها يحسب ويقول لي انا عندي كام سنة. فانا عايز أسأله، فهبدأ اعمل ايه؟ هقول له انبوت، ماشي؟ طيب الانبوت دي هتبقى على طول هتبقى تكست، فانا عايز احول التكست ده لرقم عشان يقدر يجمع ويطرح عليه. فهقول له انتجر اهو، واحط يبقى الرقم اللي هيجي هنا ما عام ميلادك، يعني طولت سنة كام. طيب هبدأ احط له دي بقى فاريبل، اقول له مثلا ايه بيرثدي مثلا، او بيرثدي يير، ده متغير. طيب ده المتغير ده، هقول له المتغير دوت هيساوي القيمة اللي هتطلع من هنا. طيب انا عايز بقى يطبع لي طرح ده من ده، يبقى هدخل في العملية الحسابية واقول له اطرح لي. هاجي من هنا واقول له انا عايز اطرح. اطرح ايه بقى؟ اطرح السنة اللي انا موجود فيها. تمام، انا مثلا موجودين دلوقتي 2024، اطرح منها ايه؟ اطرح منها البريزدية، وده محتاج ان انا اقول له ابدا اطبع. اقول له اطبع القيمه دي. تمام، طيب اقول له بقى شغل. هيسالني انت اتولدت سنه كام، اكتب له وهو يبدا يعمل العمليه الحسابيه ويطرحهم ويبدا يقول لي ان انا عندي كام سنه. اجي هنا واقول له 2015 ودوس انتر، قال لي ان انت عندك 9 سنين، يعني 8 ونص. فكده حسب لي الفرق بين السنه اللي انا موجود فيها والسنه اللي انا اتولدت فيها، وقال لي ان انا عندي 9 سنين.